ضيفنا من جدة الدكتور أشرف الدادة، مدير قسم الباثولوجي بمستشفى الملك فيصل. دكتور أشرف، مساء الخير، مرحبا بك معنا. إذا العقار الصيني يدخل المرحلة الثانية بعد أن كانت المرحلة الأولى مبشرة وفق التقارير الحاضرة، هل بتصورك يظل هذا التفاؤل حاضرا مع دخول هذه فصول هذه المرحلة الثانية من هذه الاختبارات؟ مساء الخير أستاذ ذهاب والسادة المشاهدين. الآن طبعا نحن في شهر يعني يونيو، وهو الشهر السادس على يعني ظهور جائحة الكورونا في العالم، وبدأت عدة شركات الآن في المرحلة السريرية الثانية، ومنها كما ذكرتم شركة صينية تبدو من المنافسين الأوائل في الفحص المراحل السريرية، بعد أن بدأت شركة أسترازينيكا البريطانية السويدية بالتعاون مع جامعة أكسفورد، وكذلك شركة كيوربيك الألمانية بالتعاون مع جامعة تيوبينغن الألمانية. فنحن الآن يعني إن صح التعبير ليس في آخر السباق، وإنما قبل المرحلة النهائية للسباق، حيث المرحلة النهائية هي المرحلة الثالثة من الفحص السريري. ما الذي يجري دكتور في هذه المرحلة لنفهم أكثر؟ ما الذي يتم عمله واختباره في هذه المرحلة، وما الذي يؤسس للدخول إلى هذه المرحلة الثالثة الأخيرة التي أشرت إليها، وإقرار هذا الدواء من السلطات الصحية ونزوله للأسواق أو إلى المستشفيات؟ هو حقيقة كل لقاح يمر بعدة مراحل، منها المرحلة القبل السريرية وهي تجرى على الحيوانات، وتحديدا الثدييات التي يتشابه جسمها البيولوجي مع جسم الإنسان وهو الوظائف البيولوجية، ومن ثم المرحلة الأولى والتي وظيفتها فقط فحص سلامة اللقاح، أي أنه إذا يضر بالمتطوعين أم لا. وهذه انتهت المرحلة من حوالي 10 شركات حتى الآن، ومن ثم المرحلة الثانية التي الآن نتحدث عنها، وهذه المرحلة من شأنها أن تحدد جدى فعالية اللقاح، ليس سلامته وإنما فعاليته، أي أن الأشخاص المتطوعين هل يكونون أجسام مضادة، هل يكونون مناعة ضد اللقاح، وما هي الجرعة اللازمة لتكوين هذه اللقاح. هذه الفترة الآن التي يعني تعيشها حوالي 6 شركات عالمية، وتجرى عادة على عدد تقريبا لا أكثر شيء تقريبا 500 شخص، من 200 إلى 500 شخص من المتطوعين. ومن ثم إذا نجحت هذه المرحلة الثانية، أي أن المرحلة الأولى أثبتنا أن اللقاح غير ضار للبشر، والمرحلة الثانية أنه فعال، تجرى على نطاق واسع، وهي المرحلة الثالثة على آلاف المتطوعين، آلاف مؤلفة من المتطوعين، وتشمل المرحلة الأولى والثانية المرحلة الثالثة، أي أنها تشمل السلامة وأيضا فعالية اللقاح، ومن ثم تقدم الأوراق إلى الجهات المعنية والجهات الرسمية، ويعطى تصريح للشركة أو يرفض. شكرا جزيلا على انضمامك إلينا من جدة الدكتور أشرف الدادة، مدير قسم الباثولوجي بمستشفى الملك فيصل، شكرا جزيلا على مشاركتك معنا.